اخواتي صباح الخير عليكم جميع المتتبعين ديالي، كنبغيكم اخواتي. كما لاحظوا عاد لاحظوا في الفيديوز ديال البارح، طلعت ما صورتش راسي، صورت مع غير الطبيعه. اليوم عاودني تراجع على رجلي اخواتي، الدنيا غزاله هنايا اخواتي. كنتمنى منكم العرب كاملين تزولوا الحقد والكراهيه لبعضكم، ارحم والديكم، حيدوا الحقد والكراهيه. الحقد والكراهيه راه ماشي مزيانه ديما اخواتي. خموا في واحد الحاجه، هي كاينه الموت، راه غنموت وتا واحد ما يبقى مزيان. كنطلب بعض الاخوان اخواتي، مي كتشعل النار حاولوا ما امكن طفوها، دخلوا في الخير ولا ما تدخلوش. الله العظيم عيب وعار علينا، بعد كتشعل العافيه كلشي كيزيد لها في الزيت والماء خواتي. راه الانسانيه والعاطفه اللي خلق فينا الله سبحانه وتعالى راه ما كتصورش شحال، راه كيخلق فينا الله، ولكن حنا كيغلب علينا الشيطان. ما نقول لكم شي ميكن، حتى انا ما نعرف اخواتي. شي واحد ما كيبغى يخلق الفتنه نكون له في المرصاد، ولكن في الخير ماشي في الشر اخواتي، في الخير ماشي في الشر، لان الاغلبيه كيساهموا في الشر الاخوان. وهيدا حنا رجعنا، ما غنعممش على العرب كاملين ولكن تقريبا، خصوصا اخواتي المغاربه. انا كنظن الموقع ديال الاخوان ديالنا في الجزائر راه ما عندهمش هادشي اللي عندنا حنايا. حنا كلشي واقيلا بدا كيحماق على الادسانس، كما لاحظتوا في ديك جوج العائلات المغربيين، كاينين العائله هذاكم فواسا وكاينين العائله العائله هذاكم اللي كاينين هنا، راه كيخرجوا مع بعضهم فيديوهات، كيزبلوا بعضهم، كيهاديك بعد كنلقاوهم مع بعضهم، هما كيكونوا عاملين ما غير روايات اخواتي. والله العظيم ما غير روايات، انتم غتعرفوا العائله ديال هذاكم اللي كاينين في فاس، وهاد العائلات دابا اللي عندنا في هاد المنطقه الشمال دابا، اللي هما عملوا الرخصه ديال التصوير، بداو كيصوروا راسهم، انا كنعجن، انا كنصبان، انا كنوري لكم الجنين، انا كنوري لكم كيفاش خلق الجنين، انا غنوري لكم شني في الكرز ديال المراه الجنين اخواتي. حنا كنعنا في الشمال صراحه الله، هادشي كامل عيب. حنا عندنا صراحه الله، انا ماشي كونطرا لهادشي، ولكن خصو الانسان يعرف اش كيصور واش كينشر واش كيعمل، ماشي يعني يشوه بمراته يشوه بعائلته. حنا في الشمال اخواتي الصراحه الله، حنا عندنا بقى الحشومه، عندنا عيب المراه تصور، عيب عاد تزيد المراه حبلى والجنين. وكاين بعض الاخوان اخواتي كيترزقوا عاد ترزق من مراتك، ما نزيدش نهضر الاخوان. تحيه ليكم اخواتي، تعالى ما نهضر اخواتي اخواتي. راه هو سادة سمير، هذاك المضيق اللي فيه القبه وديك الكره بيضاء، تو مارتين تطوان تبان شويه، هادي هادي فيها العنصار العلويه الصدينا. كنتمنى تشوفوا هذيك، راه هي واد الليل سي واد الليل خواتي. بركه من الحقد والحسد والحسد، راه الحقد والحسد راه ما كيدي حتى لشي قنت والله العظيم اخواتي. الحسد والانسان يحقد على اخر راه ما كيدي حتى شي واحد. لهذا كنطلب من جميع المتتبعين ديالي كاملين، واحد واحد، فرد فرد، بيت بيت، انه يكون اخواتي الانسان دائما يدعي الصلح مع بعضه، وقع شي مشكل بين جوج يحاولوا ما امكن كاملين تجمعوا اننا نصلحوهم،
ما نزيدوش نشعلوا العافيه، حيت العافيه دغيا كتشعل اخواتي وصعيب. باش مثلا ودا شعل في الغابه شكون غيطفيها؟ يا انا. وتحيه لجميع المتتبعين ديالي الاوفياء. بيت بيت حوش حوش زنقا زنقا. اي عييت اخواتي، شرفت اخواتي، انا شرفت عييت والله العظيم اخواتي، عييت عييت اخواتي. شوفوا على الطبيعه، احسن دوله في العالم هي المغرب، سياحه جبليه. شو على جبل اخواتي، شو هاي ما عييت، هاي ما الحبيبة، وأنا صغير نسيته. والله العظيم عييت أخواتي، بالله أخواتي بدلوا الحقد والحسد بالرحمة، لأن ما غندوم هاد الدنيا حتى شي حاجة، ما غندوش معانا الا الكفن بياض، واذا لقيتي اللي يشريه لك اولا شريتيه قبل ما تموت ليك، اما شي حاجه اخرى لا. خواتي صراحه الله انا من غير هاد مواقع التواصل الاجتماعي كنتعرض لواحد الروينه الضغوطات، خصوصا مع جوج الناس، ولكن مع ذلك كنقاوم وما كنردش، مع عندي اللي نقدر الرد بقوه. ولكن اخواتي راه كنفكر مع بالي، كما قالت الاخت بشرى البارح في واحد اللايف، قالت انا ما عنديش الوقت باش نرد في واحد الحاجه تافهه، اذا رديت غنربح، اذا رديت غنربح. لهذا اخواتي كاملين عملوا ببالكم، بلاش حزن، بلاش كراهية، دايما إنسان باش يحس بواحد السعادة يعمل حاجة مزيانة واخا في العدو ديالك. المهم إذا عملتي شي حاجة مزيانة مع الله غتحس براسك راه مزيانة. أيما مرحبا بكم في أقاليم شمال تطوان، هاد المنطقة اخواتي كيعيطوا لها دابا حاليا، ماشي للعنصر، البارح جيت من العنصر اليوم رجعت للعنصر، يا ربي ما غنلقى الطونوبر باش يهبطني بحالي مرتين. انا رينكون اخواتي، انا ماشي مرتين والله العظيم، لا عييت اخواتي. قوت ما كنعملوش الرياضة ومقابلين ما غير الاحمر الاحمر الاحمر، انتم كتشوفوا باش ما طرت الواحد اخواتي. انا كنقولها تحياتي لجميع المتتبعين ديالي، فرد فرد بيت بيت حوش حوش. ايما تخلعت، شفت واحد جلدك حسب لي الحيه، ويا هذيك مسكينه الفكرون هرسوا له هذيك الخشه ديالو. هاي اخواتي فين كان انا، يلا بسلام عليكم، بدلوا الحقد والحسد بالسعادة وندخلوا في الخير.